اذا كان فيديو في اليوم على حسب الطاقة، مفيش طاقة ابدأ اي حاجة. اسمي في المايك انا ايه استنى فلان. مرة ارنب خاف يعدي من القهوة عشان خاف من السحلب المكار. اذا كان مارتينو عيب كمرتين والله تعسل. بقالي ساعة بعمل بحث وقعت عليه الشايف الآخر. الحمد لله على السلامة يا ولاء يا جامدة يا ذكية انت. ربنا يحميني يا رب. عامل زي بقى سلطان، الله يسترك يا عم بقى سلطان زي راسك. بكرة هتجيلك تلاجة جديدة. لا 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 عليا النعمة. لا ذكى رغدة، ذكى رغدة اسم حلو. بحبك الله يسترك والله العظيم. ما اتكلمتش في علاقة مع الناس، ناس مش شبهك. ذكر مش شبهك، ما انا مش لاقي اللي شبهي. ضحى الواحد قتلته الواحدة قتلت. ابو حميد تجاوز، لازم نتجاوز. ازاي كول ازاي كمالك ازاي كمالك بقرا غلط يا اسطى. عندك لدغة في السين زي يعني يقول لي اقول بتبوته. ذكى رغدة، ذكى سارة يا اسطى. سمعت عن موضوع ايه؟ لسه متفرج على فيلم رعب وهموت من الخوف. انا عمري ما اتفرجت على افلام رعب، ما احبهاش. اتكلم عن انفصام، عايز اعمل حلقة الانفصام. عن سؤال ايه برضو رحمة، انا اسفالك على كل حاجة وحشة، انت عارف اني بحبك صح؟ اه وانا بحبك والله الرايق الله يسترك. احبك اوي والله. كمل قصتك مع الحصان. انا نزلتها فيديو، انا نزلتها والله. اصل انا ما عنديش طاقه اقعد احكي مرتين. والله العظيم انا بان لك فاضي، انا مش فاضي اكل والله العظيم. تلاته ابقى فاضي اكل. انت عارف والله الوقت اللي انا بطلع فيه اكل بعمل لك فيه فيديو والله العظيم. اقول لك نكته؟ لا 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 يا بنت ما تعمليش كده. وربنا يحبك وانا بحبك والله العظيم الله يسترك. ازيك يا بنت هجوره؟ عمو يوسف يا عم، انا مش عمو ومش يوسف حبيبي، بس انت حبيبي يا ابو حميد. كمل قصه الحصان. ما انا رفعتها على التيك توك والله رفعتها. محتاج لك ايه؟ بقول لك مره واحد اخد بخمسه 700 جنيه اسلاك. انت بتضحك على الام يا اسطى. ذكي كنزي. انت مش بتقول لي بحبك يا بوز؟ يا وليه بحبك يا بوز بس. انت نظفت الاوضه ولا ايه؟ لا طبعا دي اوضه امي. انت مجنون يا عيني. لا ما بنضفش انا ايه، ده انا مش انا لما الاوضه بتتنضف بلاقي ما فيش حاجه بلاقيها في حياتي موجوده. والنبي ادعوا لبنتي بشاء ربنا يشفيها الف شفاء. ناس اسوان بيحبوك او يا لهوي. أسوان خد بالك، من أسوان غير أي مكان في مصر. أسوان أنا اتعاملت مع الناس في أسوان كتير، كانوا حلوين جدا، ما شفتش واحد فيهم وحش والله العظيم. أسوان بالذات، أسوان ما فيهمش طبع الخباثة خالص خالص. عندي سؤال، فكر شغل إيه راح من يقول رأيك يا بو والنبي يا بوي والنبي في إيه؟ طيب ازيك يا بت يا ازيك يا يو؟ قول ازيك يا يو. يا لو على التعليق قول ازاي. ازيك يا يو؟ محتاجه لك في حاجه يا جورد؟ قولي يا نانسي قولي انا موجود. انا طولت عليكم. قولي ازيك يا روني بليز يا عظم. ازيك يا روني يا عمر الله يسكر ربنا يسترك. ابن قلبي ازيك يا هامر؟ مره واحد نام العكس. ايه احنا مش عندنا في الشرقيه بنحبك. الله يسترك الله يسترك والله. انت عارف الناس شرقوا كتير قوي. ذكى انجي ربنا يسعدك يا انجي والله. طبلي شويه، ما انا طبلت. ذكى شاب. في هديه اتش دي ال لحضرتك، انا من شركه ب 10000 جنيه لازم تيجي تاخدها. ايه يا شاب وانا الختم خلاص الطابع خلاص لو عبيط اهو ياخده. ياما يجون انت عسل. الله يسترك والله كده. نور الله يسترك ربنا كان الله يسترك والله يا اسطى. بيقول لك مره واحد حله شاطت جابت جول. يعني ايه ايه زياده اللي انت كان يا اسطى؟ انا سقطت في اهم 3 مواد
اهم 3 واد. اه هي اسمها مواد يعني، انت كان لازم وما قلتش لابويا وامي اعمل ايه. لا انت روح قولي نديم، روح قولي كده خلاص. ونفض لي هنا وبالكومنتات ماذا افعل يا بت يا شيماء. لا احكي بسبوسه. لا هل تقول لهم عندك؟ لا المصريين دول مفيش فايده فيهم. تقول لهم عندي لدغه وكانت سبب تنمر في حياتي، تقول لك طب قول بسبوسه. طب ما تقول ازيك يا ساره، ازيك يا ساره. لا ده لسه بدري، انا كوبايتين شاي كمان وهدخل لجنه والقلم ورا وداني. انا قرات روايه ارض زيكولا تحفه جدعه. القرايه لما تلاقي ذكاء هاجر فين النوتيلا جوه ده، انا بلحس في ابوه للدار. مره السلحفاه دخلت محل قام الجرسون شالها طلعها بره، جات له بعد شهر قالت له طب ما تزقش بس. انا بحبك يا يوسف بس هنتجاوز. زكي مارينا، زكي بنت مارينا لما تقفلش. الله يسترك يا بنت فتحي وايرام. عارف الرشاش اللي ما بيفضاش ده انا. ايش عشان بلوكاتك وسلم على الشهداء. سلم قريب. انا ضيعت وقتكم. هنقفل. تعمل ايه في حياتك؟ ببوظها يا اسطى. انا اتعلم منك وبتعلم يا عم. اذا كان انا بعمل كل مره غلطات اوسخ من اللي قبليها. يعني انا المره اللي فاتت دفعت 5000 ومش عارف كام، المره دي 5800 تاني. اتعلم مني انا ايه؟ يا جو بيحطني في مقارنه، احطه في ايه؟ حطيه في الزباله. ما فيش راجل يقارن واحده بواحده. وانتي ما فيش بنت تقارن راجل براجل يعني، ده يعني اللي يقارنك بحد حطه في مقارنه مع الزباله على طول خلاص مع نفسك. اصل ايه هيقول لك مثل ايه؟ بص على في خدها احلى من تعبيط يا ابني ولا ايه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش حد يقارن حد بحد. اعظم ايه هو اعظم حاجه الانسان ممكن يعمله لاخوه الانسان؟ ان هو يقعد ساكت. اقعد ساكت الدنيا هتحلو. الفلاتر دي بتتغير. ايه ده انا بالي بقلب لوبنا ليه؟ يا اسطى انا سقطت في دي بلش. اماريتا. طب تعرف؟ عارف ريم اماريتا، قريتها. لطيفه. بس انا بقى يعني انا في روايات يعني هي كفايه عليها الجزء الاول يعني. ارض زيكولا كانت مستلطه في الجزء الاول، بعد كده تاهت مني او تاهت انا اللي توهت. يمكن انا اللي كنتش انظر لنفسك بهدوء. حلوه الجمله دي. انت بتعمل اللي عليك، والله العظيم انا مؤمن بكده. حتى لو انت ما بتعملش اللي عليك فانت بتعمله، لان هو ده اخر اخرك. حتى في المرقعه ده اخرك يعني. يعني طول الوقت بقول لك ذاكر، وطول الوقت بقول لك اشتغل على نفسك وطور. بس لو انت جبت مثلا 60% ما هو ده اخرك. هتقول لي اصل انا ما ذاكرش، ما هو ده اخر طاقتك في المذاكره 60%. خلينا اشتغل يعني. ممكن اسكت احسن. اصل هقول لك السكوت ده علامه ان انا مش عايز اكمل المناقشه. مش علامه الرضا. لا الرضا دي تبقى خالتك. معلش نتجاوز نتجاوز عشان انا اسف. حد يجيلي الحته بتاعت بتعمل ايه في حياتك؟ ايه؟ انت بتوحشنا ليه؟ الله يسترك يا كريم. ما تقولش ايه رايك في رسمتي؟ فين؟ بعتيها لي تاني. احلى حاجه في اليوم والله يا حسناء، انت عسل والله العظيم. يا جو انا بتعب قوي معاه وكل مره بيشتمني وبرجع له، ومره مد ايده عليا ورجعت له. ام كلثوم كانت عملت اغنيه وعزه نفسي منعاني، عقبال ما تمنعك زيها يا مهزقه.
اضربك يما، ليه نمد ايدينا على بعض ونشتم بعض ونضرب؟ ليه 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 راجل يضرب واحدة؟ بحس ان حاجة مقرفة، مقززة نفسيا، ان انت تمد ايدك على واحد او على اي حد، على واحد زيك، على حيوان. ليه اضرب حيوان؟ مش عارف، بس يمكن، لا بس مش يمكن، مفيش حاجة تخليك تضرب حيوان.